شيخي كيف حالك؟ شيخي سؤال على السريع يا أخي، ليش الشباب والشابات الحين واجد يسارعوا في الشهوات؟ هذا حقيقة سؤال مهم جدا. تعرف إيش الأسباب الآن الشباب والشابات يسارعوا في الشهوات؟ هناك جملة من الأسباب حقيقة. السبب الأول قد يكون ضعيف شخصية، الشاب أو الشاب يكون ضعيف شخصية وحد يأثر عليه. السبب الثاني هو أصلا تابع الشهوات، هي أصلا تابع الشهوات، وكما يقول المثل العماني الشرقة وافقت مهباط، خلاص يعني هو تابع هذا الشيء. الشيء الثالث إما يوعدوهم، يوعدون بعض الناس يوعدوهم بأشياء، أنت جميلة وأنت كذا، وإذا قربت هذا الشيء يكون شيء حلو، وأنت نفس الشيء شاب إذا قربت ورحت بعد ذلك غيرت جنسك واستويت مثل الأنثى تكون أجمل وحدة وأنت كذا، وأيضا يوعدوهم حد منهم بفلوس وبمناصب وكذا، فكل واحد يأثر على الثاني. طيب إيش اللي ينتج عن هذا؟ اللي ينتج عن هذا طبعا بعض الناس يروح يسافر الغرب، يشوف هناك ان المجتمع منفتح وان كذا، وليش احنا كل شيء عندنا حرام، وليش كذا الناس كذا. هو الان شوف ما ياخذ الايجابيات من المجتمعات الغربيه، المجتمعات الغربيه مثلا عندهم صناعات وتكنولوجيا وتقنيات وكذا، هو لا يروح الجانب الشهواني، عندهم شهوات اوبن مفتوحه مره لاخر درجه، اوت اوف كنترول كما يقولوا، فهو يروح هناك ياخذ الشهوات بس ما ياخذ الجانب الايجابي. ثم بعد ذلك يجي ايش يثمر عن هذا؟ يثمر عن هذا يبرر حال نفسه، يعني بعد ذلك يجي يقول يا أخي حرية وأنا ما آذيت حد وهذا حر وأنا يا أخي ما سويت شيء ويعني ماشي إله وشذا، ويروح على العلمانية ويروح على الكفر ويروح على ويخرج من الدين أحيانا كثير من الشباب. ليش؟ لأن اختلطت عليه الأوراق. هو الآن جالس يبرر، يعني إذا أنا رحت out of دين out of religion يعني خارج بعيد عن الإسلام، يعني ما ماشي علي رقابة، فبالتالي هو الآن يبرر هذه الأشياء اللي هو جالس يسويها. طيب النتيجة النهائية هيش؟ النتيجة النهائية الانفعالات النفسية. هو عارف أن الله تعالى حق، عارف أن الدين يعني الدين ما كل شيء حرام، ما كما يقول هو الدين أحل لك الزواج، أحل لك الشهوات الحلال، أباح لك كل شيء طيب، حرام عليك الخبيث، وهو عارف أن هذه أشياء ما زينة اللي يحرمها الدين والمصلحته هو، لكن لأجل التبرير justify يبرر فقط. زين الآن النتيجة النهائية هو أصلا يعرف الله تعالى ويحب الله تعالى ومنه خايف من الآخرة، خايف من الموت وخايف من يعني أيخسر آخرته، فبالتالي كل هذه تختلط عليه. طيب إيش الحل؟ الحل يا أخي كلم رجل من أهل العلم، من الناس الذي يعرف واقع الشباب، اللي قريب من الشباب. يعني حقيقة بعض المشايخ هدانا الله وإياهم أو بعض الدعاة نقول ما من شيخ متعمقين، إذا راح لبعض الأشخاص وبعض الناس وهذه جريمة وتكبت كبيرة وخلاص ما لك توبة أو أنك أستغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا هذا محتاج إلى حد يرعاه، محتاج إلى حد يبعد عن هذا الشيء، فهو مسكين عنده يعني شهوات وغرقان فيها، إما أنه مضيع من يوم صغير أو أنه ما عنده شخصية أو أحد استأثر عليه أو إلى آخره، فبالتالي هذا محتاج إلى التوبة، محتاج إلى الإنابة، محتاج إلى الرجوع، فتلقى أن مختلطة الأمور فوق تحت مختبص يعني. فبالتالي يعني أنا أبشر هؤلاء الشباب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا شابة ويا شاب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن تركوا هؤلاء الناس اللي هم فقط بس بينكم بينهم مصلحة، يريد منك بس إيش؟ علين يخلص منك بس فقط شهوة، وبعد ذلك من انتهت الشهوة من عندك أنت ما تقدم له شيء، ما تخدمه بشيء. يعني هو ليش مشى في هذا المسلك؟ يبغاك انت تمشي في هذا المسلك. هذا مسلك من اخي الحبيب؟ هذا مسلك الشيطان. الشيطان لما ما سجد لآدم يوم امر الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال انا خير منه. الشيطان هذا اراد ان يغوي كل الناس يدخلهم بيا جهنم، فاذا هذا الشاب اللي تو يسوي هذا يبغاك انت في نفس المصلحه، هو يسلك مسلك الشيطان، يبغاك انت يقول ما ينفع انا وحدي ضايع، ما ينفع انا وحدي ماشي في طريق الخطا، ابغى احد معي، ابغى احد يشاركني هذا. فانتبه يا اخي الحبيب، فرصه عندك، الحياه قصيره، وهذا تنبيه وهذه محبه، والتوبه باب التوبه مفتوح، وكل شيء الانسان يمكن ان يرجع. يا شاب ويا شابه ترى ما حد ينفع احد، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، والسلام عليكم يا شباب.